يزال أطباء مصر يدافعون ببسالة عن أرواح أبنائها ضد هجوم فيروس كورونا المستجد في خطوط المعركة الأولى، مسلحين بإيمانهم بالله ثم بالعلم وحب الوطن. وعدكم أن احنا دايما موجودين وسطيكم ومعاكم، خط الدفاع الأول عنكم جميع أفراد الهيئة الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين. ده واجب علينا ولا يمكن إنسان يتخلى عن واجبه، دول أهالينا ولازم نصمد معاهم ونشتغل معاهم لغاية آخر حالة كورونا. احنا كدكاترة موجودين من أول يوم والآخر يوم هنبقى موجودين لعلاج كل أهالينا من فيروس كورونا. إجماع بين الأطباء على أن الدولة المصرية ووزارة الصحة لم تبخل على كوادرها الطبية بأي دعم لمواجهة الفيروس. ما فيش أي نقص في أي مستلزمات طبية، سواء كانت وقايات شخصية أو كانت أدوات يعني مواد للتطهير. كل الكيماويات اللي بنطلبها بتتوفر لنا، كل الوقايات بتبقى موجودة عندنا، الكمامات، الجوانتيات، كل اللبس اللي احنا محتاجينه ما بيبقاش فيه منهم أي تقصير خالص يعني. بنخص بالشكر معالي الوزيرة على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقايات الشخصية لمكافحة العدوى في المستشفى هنا. الصف الأول في معركة مصر والعالم ضد كورونا أكدوا أن أقدامهم ثابتة لحماية الأرواح وتنفيذا للقسم. جموع الأطباء في مصر بيحبوا بلدهم كويس جدا، مقبلين على شغل كويس جدا، كلهم مستعدين للعمل بدون أي طلبات في الوقت الحالي، لأن هم عارفين أن احنا في وقت جائحة. احنا موجودين في مكاننا علشان خاطر مواطنين، ما بنسيبش مكاننا. وبشهادة جميع الأطباء فكافة مستشفيات الجمهورية مفتوحة للأطقم الطبية التي تصب خلال عملها. من أول بداية الجائحة ما كان مخصص جناح لعزل الفريق الطبي المصاب بفيروس كورونا أثناء تأدية الخدمة في الـ14 يوم. احنا بنلاقي كل الخدمات الطبية، بنلاقي كل المساحات اللازمة لنا، الدعم المعنوي والنفسي بيقدم من السادة الرؤساء. الأطباء كلهم متحدد لهم إذا كان لا قدر الله حد بيظهر فيه أو أي حد من الفريق الطبي بيظهر عليه أي أعراض بيتوجه فورا في المكان اللي هو فيه وبيتسحب له العينات والمساحات المطلوبة. ومع استمرار المعركة ناشد الأطباء المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حرصا على سلامتهم وحفاظا على النظام الصحي كي يتمكن من مواصلة عمله. بعد إذنكم ادونا فرصة نشتغل، ياريت نلتزم بيوتنا، طالما ما فيش داعية لنزول حضرتك من بيتك التزم بيتك بعد إذنك. أقول للمواطنين نلتزم في البيت، احنا موجودين في الشغل علشانكم، خليكم في البيت علشاننا. وتستمر معركة جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا رغم كل محاولات عرقلة مسيرة النجاح التي حققها النظام الصحي في وباء أصاب النظام العالمي بضرر كبير.